يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. والحقيقه هنتكلم من خلال الفقره دي عن موضوع بيؤرق الكثير من الناس، السمنه. والسمنه بالمناسبه يعني الى جانب ان في ناس ما بتحبش بس ان هم يعني يبقى وزنهم زايد عشان الشكل، بعيدا عن التفصيله دي، لا، الموضوع ليه انعكاسات سلبيه كتير جدا جدا جدا، صحيه وحتى نفسيه للناس اللي بتعاني من السمنه. هنتكلم في الفقره دي عن انواع السمنه المختلفه والاهم كيفيه علاجها. ده هيحصل مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده، دكتوره ريهام الحياوي، استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ منورانا، ربنا يخليكي. اهلا بيكي. كله تمام؟ كله تمام زي الفل الحمد لله. يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال يا رب. نبتدي بعد اذنك بتعريف السمنه، لان ممكن تلاقي حد وزنه زايد حاجه بسيطه يقول لك انا لا، ده انا لازم اخس. بالظبط. ففي ناس كمان عندها هوس الشكل العام والمظهر الخارجي، لكن امتى تبقى السمنه خطر ولازم اخس لها؟ طيب احنا عايزين نعلم الناس الاول زي ما حضرتك بتقول، لان في ناس ممكن تحكم على نفسها ان هي زايده زياده عن اللزوم وان انا مريض سمنه وجايه عندها حاله من الفزع والقلق، والعكس ناس حاسه انه عادي انا زايد شويه في الوزن وتمام والحياه ماشيه، ايه المشكله اني عندي كرش زايد قوي؟ أوكي. الكرش عز دلوقتي بقت طالعه موضه، الناس بتبيعها. طول عمره بيتقال عليك. بالظبط كده. يقول لك عز واكل وز. ومنحنى رفاهيه دلوقتي. فيعني بقينا بنلاقي مميزات رائعه في الموضوع. انا مش معترضه، هقول لحضرتك على حاجه، انا مش معترضه ان انت كشخص تكون مقتنع بنفسك ومبسوط في وزن معين. انا بقف قدام المرايه عندي ثقه في نفسي. أوكي. ده اهم شيء. مظهرك العام معقول، ده شيء برضو كويس، لكن لما يكون انت مقتنع بنفسك بس عندك مشكله انت مش مدركها تؤدي الى امراض مزمنه. يعني دايما بنقول ان السمنه الموضعيه اللي في منطقه البطن بالذات عند الرجال بتؤدي الى امراض زي القلب والضغط والسكر، وهنا بتكمن خطورتها. طيب انا اعرف ازاي يا دكتور ان انا وزني مثالي ولا انا عندي زياده في الوزن ولا مريض سمنه مزمنه تؤدي الى امراض؟ طيب احنا عندنا طولنا وزننا، بنحط بنعمل معادله ما بين الوزن ودبل الطول بتاعنا بيطلع لنا رقم. الرقم ده لو في رينج من 20 ل 25 فانا الحمد لله في الوزن المثالي، سواء في اوله او في اخره على حسب قناعتي او انبساطي بنفسي قدام المرايه اختار الرينج المناسب ليا. طب طلع الرقم من 25 ل 30، انا كده عندي اوفر ويت، يعني زياده في الوزن. انا مش مريض سمنه، انا زايد بس شويه في الوزن. ودي اللي بنحسها امتى برضو، علشان لسه كنت بقول ثقافه ان احنا نوزن اسبوعيا ونطلع على الميزان في بيتنا عادي جدا من غير ما نروح لدكتور، فنبقى عانينا على وزننا فنلحق المشكله قبل ما تتفاقم وتكبر. الثقافه دي مش موجوده عند ناس كتيره، يعني عدد قليل قوي من الناس اللي مهتم ان هو يوزن نفسه بصوره اسبوعيه. طيب انا دلوقتي اللي ابتديت احس وانا ما بوزنش نفسي ان البنطلون ابتدى يضيق شويه، ان مقاسي كان بلبس ميديم مثلا بقيت بلبس لارج. لا انا هنا اقف، انا هنا ابتديت انقل نفسي من مرحله الاوفر ويت الزياده في الوزن بالمقاس اللي انا زدته ده السمنة. لمرحله السمنه. طب من 30 ل 35 انا كده مريض سمنه حرفيا. من 35 ل 40 مريض سمنه تؤدي الى امراض مزمنه تؤدي لا قدر الله للوفاه، اللي هي بقى امراض القلب والحاجات اللي بقولها لحضرتك. فمن هنا جت التعريف للسمنه بان هي تؤدي الى امراض مزمنه خطيره لازم ناخد بالنا منها. طب هل السمنه بالضروره تكون ناتجه عن تناول كميات كبيرة من الأكل ولا ساعات بيبقى في أسباب تانية ليها غير الأكل الزيادة؟ طيب ده نقطة مهمة جدا بقى. احنا عندنا في كل حاجة ليها أسباب كتير جدا. طبعا عندنا العنصر الوراثي، الجينات، ودي موجودة عند ناس كتير جدا، العيلة نفسها هتلاقي الأم والجدة والخالات عندهم استعداد أو هم ممتلئين، فأنا عارفة إن أنا عندي عنصر وراثي في عيلتي فابتدي أخد بالي من وأنا صغيرة. في ناس عايز أقول لحضرتك أكلهم مظبوط جدا وكويس جدا لكن بيزيدوا بمنتهى السهولة لأن برضو معدل حرقهم قليل عن الطبيعي، فهم رغم ان اكلهم مش كتير عندهم استعداد لده. النقطة المهمة جدا جدا ودي اللي عايزة اتكلم فيها النهاردة بالتفصيل هي نقص الفيتامينات. يعني في ناس كتير مش مدركة ان معدل حرقهم بيقل ومعدل الزيادة في الوزن عندهم بيعلى جدا. انا بزيد من اقل اكلة دلوقتي يا دكتور، انا كنت بتحرك بروح جيم وبطلته، فلما بطلته لقيت نفسي بزيد زيادة عن اللزوم. يا جماعة لازم نعرف ان نقص عديد من الفيتامينز سبيشالي فيتامين دي بيؤدي ان حرقنا بيقل جدا وبالتالي بزيد في الوزن بسرعة جدا. فعشان كده انا النهاردة هتكلم على ميكس مهم جدا مرتبط بالتخسيس ونقص الفيتامينات اللي هو بالتالي ليه علاقة وثيقة قوي قوي بالشكوى العامة ان احنا حرقنا ضعيف. أوكي. وهي منتج بيستا اللي هو منتج عبارة عن الياف طبيعية 100%
في ثلاث أنواع من الألياف اللي هي فعلا بتفرق في إيه بقى؟ بس هنقولهم الأول، الشوفان، قشور السيليوم، وردة القمح. طب دول كألياف طبيعية 100%، دورها أنا لما هاكلها هتفرق معايا إيه؟ في علاج السمنة، علاج الأمراض المزمنة والمشاكل اللي بيعاني منها أي حد بيعاني من مشكلة السمنة، هي إن أنا بخلق حاجة مالئة جوه معدتي تخلي الشهية، اللي طبعا حضرتك عارف عند معظم الناس يعني أعتقد حضرتك مش بتعاني منها قوي، وهي الشهية المفتوحة، صح كده؟ فهي ما عنديش شهية أساسا، مش موجودة، تتواجد بس إن شاء الله تبقى متواربة، مش لازم تبقى مفتوحة. من القلائل بقى يعني، فنقول الحمد لله. هو أصلا بالمناسبة الشوفان ده بيتقال اسمه أو يتم ذكره في الحالتين، للي عايز يخس واللي عايز يزيد. السؤال ده حلو، انا مش فاهم جداً. حاجه السؤال وكذلك التونه بالمناسبه. لا السؤال ده فعلا حلو جدا، فانا هقول لحضرتك بقى الرد اللي انا كنت ناويه اتكلم فيه. وهو الشوفان، ايه فرق الشوفان اللي حضرتك لسه بتسالني عليه ده؟ بيستخدم يا دكتوره في التخن يقول لك كل شوفان، وفي الخسيه كل شوفان. لا خلينا نوضحها، هي مش في الخسيه كل شوفان، هي في اسلوب الحياه الصحي، ان انا اختار اوبشن صحي واوبشن غير صحي، وادخله بكميات قليله جدا لانه فيه سعرات يا جماعه. عشان كده طب هتقولي ما انا ممكن ناخد الالياف دي اللي هي بتملى البطن زي ما حضرتك بتقول، مكان ما اخد بيستا اللي هو المنتج اللي فيه عنصر الشوفان، عنصر اساسي جدا، لانه في المنتج انا ما عنديش سعرات حراريه، فانا خدت الميزه الصحيه بتاعه الشوفان اللي هي الياف مالئه بتعلي معدل الهضم، بتخلي الهضم عندي احسن بكتير، الامعاء تشتغل بصوره احسن بكتير، احس بالشبع والامتلاء، كل المميزات دي انا خدتها من الالياف من غير السعرات الزايده اللي ممكن تزود وزني اكتر. بالظبط كده، يبقى انا تجنبت اي يعني ضرر من الشوفان اللي هو الالياف الزائده، لان كمان حضرتك يعني للاسف استخدام الناس للاكل الصحي زي ما حضرتك بتقول كده بيقولوا لنا ان ده صحي يا دكتوره، فالناس بتاكله عشان تخس والناس التانيه بتاكله عشان تزيد، لان فعلا متعودين يعملوا شوفان، يعملوا بوله كبيره باللبن ونقطع عليها الموز والفاكهه ومكسرات، وجبه فعلا تقيله فيها ممكن توصل ل 600 سعر حراري او ازيد. هي كمكونات مفيده، لكن هي للي بيخس وبيفقد وزن لا طبعا مش ده الكم ابدا اللي احنا المفروض ناكله. فده ردي على الحته دي. وبمناسبه التونه برضو احب ارد عليها، التونه عندنا منها بزيت ومن غير زيت، فاولا ده اول فاكتور ان انا بختار الفاكتور المفهوش دهون، يبقى انا خدت البروتين، لان التونه من البروتينات قليله الدسم جدا، فهم ضيعوا ميزتها اللي انا بديها للشباب او للبنات بعد تمرينه الجيم. احنا بعد الجيم محتاجين سريعا فوين ربع ساعه لا وزاد بروتين وبروتين قليل الدسم زي صدور الفراخ، جبنه القريش، البيض، التونه، فحضرتك كلته بالزيت فانت شلت لي جزء من الحاجات اللي انا طالباها. الحاجه الثانيه ما ناكلوش ساندوتش، ما ناكلوش فايش، لا ناكله مع طبق سلطه محترم كويس. أوكي. وناكله بالكم المعقول. فهي دي الفاكتورز، يعني طريقه التصنيع بتفرق في فايده كدا. او انعكاس شكل الحاجه احنا بناكلها ازاي، بناكلها معاها مع الوجبه دي، ايه الحاجه اللي جنبها، نشويات ولا خضروات، وهكذا. كنا ابتدينا بقى نتكلم في تفاصيل المنتج ده. فبيستا زي ما بقول لحضرتك هو طبيعي 100% ومكون من ثلاث عناصر بيساعدوا ان احنا نحس بالشبع زي ما قلت لحضرتك، المشكله العامه عند معظم الناس، مش بس كده بيساعد على كل مشاكل الهضم. طب ايه الحاجه الثانيه اللي بتميز ان انا اخد المنتج ده؟ مش بس كده، يعني انا دلوقتي زي ما قلنا انا الحاجه الاساسيه فيه هي الالياف، طب ايه اللي مختلف موجود زائد الالياف عشان يخليني اخد منتج مش اكل، مش الياف طبيعيه؟ ان في ماده الكروميوم بتركيز 500 ميلي جرام، وده رقم كبير جدا جدا انه يكون موجود في منتج تخسيس طبيعي. طب ايه فايدته؟ ان احنا بنقلل جدا امتصاص النشويات، وهي الكارثه العامه طبعا اكلنا من الرز والعيش والبطاطس المحمره. بالظبط كده، فانا قللت جدا امتصاص النشويات بلس حفزت افراز الانسولين اللي هي المشكله دلوقتي اللي حضرتك اكيد بتسمعها كتير جدا، اعملوا صيام متقطع عشان عندكم مقاومه انسولين. عندنا مشكله في الانسولين، ده نتيجه اسلوب حياتنا الخاطئ، مفيش رياضه، مشاكل كتير جدا، وبتؤدي للاسف في السن الصغير للاصابه بمرض السكر النوع الثاني. يبقى انا حفزت افراز الانسولين، فانا عالجت مشاكل زي اللي ممكن يقابلها مريض السكر او على حافه من السكر. حلو، خلينا بقى نقف عند النقطه دي، وبعد اذنك نشوف مع بعض التقرير ده ونتعرف على علي اللي استخدم المنتج ونعرف حصل ايه بموجب هذا الامر. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا،
كان بيحسسني بالشبع، وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي، لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. طيب دي كانت تجربه علي مع المنتج. مظبوط. عايزه بقى اعقب عليها فضل. وهي فكرتين مهمين جدا جدا. احنا طبعا كلنا بنيأس بسرعه وبنتعب بسرعه مشوار فقدان الوزن، عشان دايما بنبتدي متاخر، بيكون عندنا يعني زياده في الوزن 20 و30 و40 كيلو، واحيانا بنوصل ل 50 و60 كيلو، فبيبقى المشوار شويه تقيل قوي. وفكره ان انا امنع نفسي من اهم متعه في الدنيا دلوقتي تقريبا هي الاكل يعني والاستمتاع بلذه الاكل، الموضوع بيكون صعب. ففكره ان انا اخس من 8 ل 12 كيلو شهريا ده رقم كويس جدا جدا، خصوصا لما اكون ماشيه مع متابعه بطريقه جيده مع الفريق والدكتور اللي بنتواصل معاه اونلاين وبنطلب منه المنتج بيستا. ومش بس كده، بناخد الكورس كامل اللي احنا مقدمينه ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه، وهو المالتي فيت البا او اي ال بي فيتامين، بناخد الكورس مع بعض بيكفي لمدة شهر. طب ليه احنا حاطين الفيتامين معاه؟ لان زي ما قلت لحضرتك في اول كلامي، نقص الفيتامينات زي فيتامين دي وكل العناصر التانية من جسمنا بيؤدي ان وظائف جسم حضرتك منهم عملية الحرق بتضعف جدا جدا، تخزين الدهون بيعلى جدا، مقاومة الانسولين بتعلى جدا، فدايرة كبيرة جدا مفرغة احنا بندخل جسمنا فيها. بس للأسف كنت لسه بقول كده قبل الهوا، حيك العربية واحنا اللي بيمشيها الوقود، الوقود ده الحاجة اللي بتمشيها، بيدينا ألارم وعلامة البنزين قرب يخلص. أيوة. وهتقف وتبطل لو احنا أهملنا وما خدناش بالنا وحطينا بنزين. نفس الموضوع في الفيتامينز، بس جسمنا للأسف مش هيبطل يقف مننا فجأة، يعني بيقعد يظهر أعراض تعب، أصلا مكسرة، أصلا مش قادرة، أصلا عندي صداع مزمن، أصلا حرق ضعف، كل دي إشارات لنقص إشارات فيتامين. كتير جدا 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 حضرتك فوق ما تتخيل، وإحنا بنهملها. ده كل ده زائد الاسترس والمشاكل اللي الإنسان بيقابلها أوريدي بتقلل جدا من مناعته، بتزود عنده مشاكل الالتهابات، وكل ده بيكون من أكتر الحاجات اللي بتقلل معدل الحرق للجسم، والوظائف المفروض تشتغل بطريقه معينه وكفاءه معينه بتقل. فانا بوفر الكورس كامل عشان احل المشاكل اللي انا عارفه ان هي اكيد هتقابلني. والكورس ده المفروض ان بنمشي عليه لمده قد ايه؟ كل شخص على حسب. انا بقول لحضرتك ان هو تقريبا متوسط في الشهر، لو انا شخص متابع مع الدكتور باكل معقول، يا سلام لو ابتديت رياضه لحياتي. يعني انا مش بطلب من الناس، هتلاقيني من الدكاتره القليلين ان ما بتقولش للناس انزلوا يلا اشتركوا في الجيم وروحوا كل يوم اتمشوا في التراك، لان انا عارفه ان صعب قوي اللي ما عندوش ده كاسلوب حياه من زمان انه يتبناه لفتره طويله. فانا عايزه حاجه بسيطه بس نحافظ عليها. يعني حضرتك لو في يومك هتقدر تقول لي انا اقدر اوعدك احافظ على ده طول حياتي ان شاء الله، ان انا انزل امشي في التراك يوم في الاسبوع، هقول لحضرتك حافظ على ده، انا مش عايزه ثلاثة واربعة، بس نمنتين ده نحافظ عليه. فاحنا لو بنحاول نتبنى اسلوب حياه كويس صحي مع ناخد الفيتامينز اللي انا بقدمها في الكورس، هنخس من 8 ل 12 كيلو حسب بقى رحله حضرتك. 30 كيلو 40 كيلو نقدر نحدد هنحتاج الكورس قد ايه. لو طفل هو اللي بيعاني من السمنه هل يقدر يعني؟ طبعا من اول سن 13 سنه مسموح ومصرح بيه، وطبعا بالمناسبه واخد موافقه وزاره الصحه ومالتي فيت سلامه الغذاء. فاحنا بنتكلم عن منتج يعني موجود في آمن موجود في الصيدليات. طالما موجود في الصيدليات يبقى انا بتكلم عن منتج اكيد وانا مغمضه مرخص وامن لكل افراد الاسره من اول سن 13 سنه. هل في مرحله عمريه معينه مش ما يفضلش قوي ان هم حتى ياخدوا اي خطوه اتجاه ان هم يخسوا، سواء من خلال مكملات، من خلال ادويه زي او يعني منتج زي اللي احنا بنتكلم عليه؟ لا عايز اقول لحضرتك خالص بالعكس بقى، لان انا لسه بقول لحضرتك ان بقت من سمات العصر اللي احنا فيه الاصابه بالسكر النوع الثاني، وبتحدث دلوقتي في السن الصغير جدا، اطفال نتيجه ان هم وزنهم زايد جدا عن سنهم بيبقوا معرضين ان انا ليه طفل اخليه يكمل حياته بالاصابه بالسكر نتيجه، مش هقول ان انا ام مهمله، بس ما ادركتش ان السمنه اللي احنا شايفين عادي دي مقلبز هيخس لما يكبر، تأجلنا للخطوة دي وان احنا مستسهلين ان انا اجيب في البيت الشيبسي والشوكولاتات وان احنا نروح النادي. بقى النادي دلوقتي مش رياضة، النادي الناس واخدها كشكل من اشكال الجمال، فكرة ان هو يبقى قلبوز وبكرش وبخدود بالظبط كده. بالظبط كده. ممكن يبقى جميل بس مش صح، احنا ضرينا صحته. انا مشكلتي دلوقتي فعلا حرفيا مش في الشكل بس، انا هقول لحضرتك حاجة، حتى مؤخرا
اكيد حضرتك بقى عارف التنمر والحاجات اللي الولاد بيقابلوها دلوقتي طبعًا. بتحصل مع الكبار، فحضرتك متخيل الطفل في وسط زمايله وهم كلهم اطفال في الاول وفي الاخر طبعًا. فانت بس مش بتعرض صحته كمان نفسيه الطفل لمشاكل كتير جدا. مليون في المية. احنا للاسف الوقت جري معاكي بسرعه البرد، يا دوب الحق اشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقه النهارده. اشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بنشكر حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. خلصت حلقتنا النهارده ودعواتنا لم تنتهي ولن تنتهي ان شاء الله لغايه الساعه 9 مساء عشان تبدا بقى الملحمه والتحدي الجديد اللي بيواجه لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني والاداري وجماهيره بطبيعه الحال. بنتمنى التوفيق يا رب ان شاء الله النهارده، نتفرج على ماتش قوي، نتفرج على نهايه يستحقها جماهير النادي الاهلي. اشوفكم على خير بكره باذن الله، الى اللقاء.